صباحكم الله بالخير واهلا وسهلا فيكم من جديد. صباحكم ورد وصباحكم حلو بحلاوه الجو الباريسي اللي موجود برا. الاجواء جميله، يعني ممكن يكون شويه دفع على شويه برد، ولكن هالاجواء كثير من البلدان بتتمناها. الحمد لله احنا بمملكتنا الحبيبه عندنا كل الاجواء الحلوه بكل الفصول، وكل واحد بيلاقي الفصل اللي بحبه بيكون مستمتع فيه خلال السنه. احنا مكملين معاكم الساعه الثالثه والاخيره من برنامج يوم جديد، البرنامج العائلي، لحتى نعمل انا وياكم او حتى نختم برنامجنا الجميل برفقتكم ومشاهدتكم ومتابعتكم. رح نكمل برنامجنا اليوم بالعديد من الوصفات، شوية أفكار بوجود رعاة وشركاء بمطبخنا الكريم. عم تشوفوا أمامكم منتجات الطحين والسميد من طحين الجمل، ماركة كتير قديمة بالأسواق، والاسم معروف لأجدادنا ولأمهاتنا ولأحبابنا ولكل الكبار قبل، يعني بجوز ما أنا وياكم حتى كمان كتير من جيلنا قبل ما ننخلق. القهوة اللي أنتم شايفينها أمامكم هي قهوة نجدية، قهوة سعودية الشقرة اللي هي إحنا بنحكي عنها الخضرة، مش مثل قهوتنا الأردنية، ولكن إشي كتير طيب ومنتشرة جدا بالمملكة العربية السعودية وكتير معروفة. رح نعملها غدا إن شاء الله وأورجيكم تعبئتها من الداخل مع قطعة حلويات رح نعملها غدا إن شاء الله تعالى. اليوم رح نعمل أنا وياكم رح نستخدم طحين البيتزا اللي شايفينه أمامكم بالإضافة إلى طحين الزيرة. ممكن أنت كست بيت تزوري المول وتشوفي العديد من المنتجات وتقولي الطحين طحين، شو يعني طحين زيرة، شو يعني طحين بيتزا، شو يعني طحين قمح، شو يعني طحين قمح ناعم وقمح خشن. طب أنا كست بيت بدي أعمل قالب كيك، شو لازم أستخدم، الزيرة ولا الطحين مثلا البيتزا؟ طب طحين البيتزا بس هو للبيتزا ولا لازم أستخدم الأشياء تانية؟ ممكن هاي الأسئلة تتوارد على ذهن أي سيدة منزل وخصوصا الجيل الجديد. فإحنا خلينا نحكي أكثر عن أصناف أنواع الطحين الموجودة بالأسواق وخصوصا من ماركة الجمل. رح نساوي اليوم شاورما، بس الشاورما مشخصة وطالعة بقالب جديد، رح نسويها شاورما تارت، يعني العجين عجين والشاورما شاورما، بس أنا بدي أسوي لكم إياها بشكل جديد بالإضافة إلى طبق سلطة. وزي سلطة مبارح رح نعمل سلطة مشخصة وغير شكل، طريقتها غير وشكلها غير، وحتى كمان جبنة الحلومة رح تفوت فيها بطريقة مختلفة. أنا جبت هاي الوصفة وصفة مطعم، ركبتها على وصفة سلطة شوي تايلندية، فإحنا حنطلع في تركيبة جديدة. بسم الله على بركة الله نبدأ. أرقام الاتصال والتواصل معنا من خلال الاتصالات المباشرة عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة، وبنستقبل اتصالاتكم استفساراتكم. وخليكم معاي اليوم بدي أعطيكم أفكار كتير حلوة بتناسب لأعياد الميلاد، الأوبن دي، لأولادك تعملي بالبيت بدل ما نمد صدر البيتزا زي ما هو، رح نسوي أنا وياكم على شكل تارت. المقادير على الشاشة، بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. لتحضير شاورما تارت، لطبقة التارت بدنا عجينة قطنية. هلأ في عجينة تارت مالحة بس بدها كتير مواد صعبة، خلص اعجني أي عجينة ولبسيها لقالب التارت. فإحنا رح نعمل العجينة القطنية. بحاجة إلى 4 كوب طحين من طحين الجمل الزيرو، نص كوب أو طحين البيتزا، بالإضافة إلى نص كوب من الزيت النباتي، نص كوب من اللبن الرايب أو الزبادي ويفضل يكون قديم بالتلاجة، 6 معالق كبار حليب زين بودرة من شركة دلتا الصناعية، بالإضافة إلى معلقة كبيرة ونص من السكر ومعلقة كبيرة ونصف من البيكنج باودر اللي هي الخميرة الكيميائية، بالإضافة إلى معلقة كبيرة ونص من الخميرة. إذا شعرتي أنه الكميات كبيرة قللي النص واكتفي فقط في المعلقة. معلقة صغيرة من الملح والماء الفاتر للعجن كطبيعة أي عجينة. خلطة الشاورما هاي خلطة غير شكل، اعتمدوها كنوع جديد. نص كيلو دجاج صدور مسحب، ربع كوب من عصير الليمون، ربع كوب من الزيت النباتي، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص أو أقل شوي، يعني ما تكتري. معلقة كبيرة من الباربيكيو صوص، واثنين معلقة كبيرة من الصلصة الفرنسية اللي هي الفرنش صوص، ملح وفلفل، توم بودرة فقط ما بدنا بصل، زعتر ناشف أوريجانو، بابريكا خشنة يفضل أو مدخنة، بالإضافة إلى بهار دجاج أي نوع متوفر عندك بالبيت. الحشوة اللي هي بدنا نطبق قالب التارت، رح نحتاج لحشوة الشاورما اللي حكيناها، وجبنة موزاريلا مبروشة، وبطاطا العادية بنقشرها بنقطعها مكعبات وبنقليها، ومخلل خيار مقطع زي أي سندويشة شاورما بنستخدمها.
نعم. هلا قالب التارت اذا احنا بدنا نحط في داخله اللي هي المتومه تبعت الشاورما بصير، بس انا اليوم بدي اعمل لك اياها كلها هيك شيء جديد لحتى احنا نطلع من قالب الشاورما وقالب البيتزا ونفوت بقالب جديد اللي هي شاورما تارت. احنا موجودين معاكم من خلال صفحه التلفزيون الاردني وصفحه يوم جديد، من خلال الفيسبوك موجودين مباشر. اي سؤال يعني بدي اشوف خلال الفاصل لحتى انا بشيك على الكومنتس وبعدين برجع برد عليكم بعد الفاصل، وموجودين كمان مباشر من خلال جميع صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي. بدنا نرحب بكل شركائنا بمطبخنا الكريم، شركة الكسيح بالإضافة إلى أرز خليفة الحبة المتوسطة والبسمتي، وبنكملها أكيد لا غنى عنهم حليب زين بالإضافة إلى منتجات جوستو إن كانت معكرونة أو نودلز. في عنا كمان اللي هي ماركة الجمال بالنسبة للطحين والسميد، وآخرا وليس آخرا أكيد رح نروح نسلم على اللي هي قهوة نجدية القهوة السعودية. هلأ إحنا في عنا رحت على السوق، رحت على المؤسسات وشفت قدامي هذا الطحين، هذا الطحين الجمل اللي هو الزيرو اللي إحنا عادة معروف عنا اللي بنستخدم لكل إشي، كيك، معجنات، أيا كان بيكون مكتوب عليه طحين زيرو. هلأ من ماركة الجمل نفسها إذا رحت على السوق رح تلاقي طحين بيتزا. هلأ هل السؤال ممكن هل هو طحين البيتزا بس بيتزا؟ لا، أي إشي عجين استخدمي هذا الطحين، يعني كرواسان بزعتر، منقوشة، بدنا نساوي بيتزا، تارت، أي إشي عجين بدك تساوي هذا الطحين غير شكل. شو الفرق بين هذا وهذا؟ نوع الطحين، درجة اللي هي الطحين، أنواع كتير، وحتى اللون كمان شوي بفرق معنا. هلأ أنا رح أعير قدامك المقادير، لما بنقول 4 كوب ما في داعي لا أوزن ولا إشي، رح نفتح الباكيت عادي زي أي ست بيت. رح أستخدم المج هذا الموجود عندكم بكل البيوت، مش ضروري الكوب المعياري، يعني في كتير أمور ستات بتقول لك طب أنا ما عندي كوب معياري، ما عندي هاي العدة شو أعمل؟ هذا اللي رح يصير، فأنا بدي أعمل نص الكمية مثلاً، أجع بالي عشوة سريعة تمام، وأنا كست بيت بدي أعجن كتير بس كستين طحين. كل المقادير اللي أعطيتك إياها تقسميها للنص، اتفقنا؟ يعني الأربعة كوب بدها تصير اثنين، النص بده يصير ربع، وهكذا. هاي 2 كوب من طحين الجمل الخاص للمعجنات، عشان هيك هم حاطينه بس بيتزا زيرو، مكتوب عليه متعدد الاستعمالات يعني لكل إشي. رح نحط اللبن الرايب، يفضل يكون قديم، وإذا سألتيني ليش؟ لأنه الخمائر بتكون فيه بنسبة أعلى جدا، ولما بتكون فيه الخمائر عالية وتركزت ويكون قديم بيكون بيعطيكي شغل أحسن. رح نحط البيكنج باودر، بسم الله، سكر، السكر هو اللي بيعطي الخميرة المفعول، مشان هيك أنا الخميرة رح أحطها زي ما هي على الناشف تمام. هلأ بدي أخلطهم مع بعض، طبعا هذا جرن العجانة، يا بتعجني على ايدك او بالعجانة اللي موجود نعمة وفضل تمام. احنا خلطناها هلا هيك مع اللبن، وبعدين راح ننزل عليها من حليب زين. حليب زين هو حليب مجفف بودرة موجود بعدة تعبئات بالاسواق، حتى العلب الحديد موجودة منه، وإشي مرتب وبعجبك يعني، حتى كمان سعره مناسب. طالما احنا قلنا للأربعة كوب بدنا 6 معالق، اذا للاثنين كوب احنا بحاجة ل معلقتين، ثلاثة، 1 2 3، لأنه زي ما قلنا بدنا نساوي رغيف على السريع فما راح نحتاج لأكثر. الحليب نوع من أنواع المواد الجافة اللي بتعطي رطوبة للعجين، الحليب المجفف والنشا، خل أبيض، مطريات العجين، كمان في عندك اللي هي اللبن الرايب، وممكن كمان تحطي اللي هي في ستات شفتهم بحطوا معلقة قشطة بصير، بس يعني غالبا احنا بنستخدم هاي المكونات حتى ينال الطحين. وبعدين رح ننزل عليه الزيت النباتي، اي اشي فيه عجين الزيت النباتي افضل، الا اذا كان زعتر اخضر او اذا كنت مستخدمة اللي هي المنقوشة، ممكن تستبدل الزيت النباتي بزيت زيتون. صباح الخير يا ام ايهاب. ورد، كيفك شيف علا؟ اهلا وسهلا، صباح الورد، كيف حالي حبيبتي؟ أنا منيحة، مشتاقيت لك، أهلا وسهلا. أنا أكثر، أنا بحب دائما أتابعك، أنا من متابعينك. يا حبيبتي أنتو راس المال، أهلا يا أمر، نورتينا والله. كيف قولي أنا معك.
شوف علاء، ممكن اتواصل معك رقم تليفونك؟ خليكي تحت الهواء، وهلا الشباب بيعطوك الرقم. اهلا وسهلا يا أمر، شكرا على اتصالك. هلا عادة احنا بالعجانة ما بنطلع على العالي لانه احنا مستعجلين، اذا على العالي بصير مضرب الكف اللي هو الكف تبع العجانة بطير كل العجين، فاحنا دائما على الدرجة الاولى شوي شوي لما يترطب معاي الطحين وياخذ كل السوائل عشان ما يطير يعبي لي الدنيا ولا يغبر. هلا العجانات الجديده الموديل بالسوق في إلها غطاي حوالين الكف او حوالين المضرب، اللي بصير بانه بتغطي وبكون هو ماخذ مكانه الكف. بلش معي العجين يترطب، هلا بعلي وبنزل الماء الفاتر بالتدريج شوي شوي على الهدف. بسم الله اللي بصير. هلا انا بالعجانه دائما الحجيات بيعجنوا العجين بايديهم، تقول لك انا بحس قوام العجين بايدي. هاي الاجهزه كلها الجديده انا ما بفهم لها، كثير ناس انا مقربه منهم جدا حجيات، بحب اقعد معهم، بحب هيك الواحد يتعلم منهم، فبتقول لك والله هذا كله حكي فاضي اللي انتم بتشتغلوا فيه، لانه كيف بدك تعرفي القوام؟ اللي بصير كالاتي للجيل الجديد، هذا اللي هو الكف اول واحد بنعجن فيه، ثاني قطعه رح تلاقيها موجوده معاكي بالعجانة أو بقطع العجان اللي هو خطاف العجين، اللي هو هيك شكله هيك شكله غريب عجيب، اسمه خطاف عجين. هلأ خطاف العجين شو بيعمل؟ ببلش يلم العجين بطريقة لولبية. يا بطل العجين يتحرك معاي، هلأ صار بطريقة لولبية بالداخل، هلأ بورجيكم. بس هيك اشي بسيط. هلا اللي بصير، طب انا كيف بدي اعرف قوام العجين عشان نرد على الحجيه؟ اللي بصير بتضلك تضيف المي شوي شوي. عجين او طحين اللي هو الجمل بكل انواعه الموجوده بالاسواق احلى قوام للعجين، ودائما انا بقول المي بتكذب الغطاس، دائما في ارض الميدان هي الحكم. لما الست بتشتغل بايدها رح تعرف ايش هو الفرق. بنحط المي شوي شوي لما تصير عندي العجينه دبقه مش ماسكه حالها، هذا القوام الصح. يعني مش اول ما تشد حالها وتلم حالها بوقف المي، لا، ضلك حطي مي لما تمسك حالها. بهالخطوه شوفي انا شو رح اعمل فيها، رح المها بايدي زي الحجيات، احس قوام العجين بايدي، وبهالوقت رح احتاج لنقطتين من الزيت. تمام، ونشوف رنا شو رايها بهالكلام. الو صباح الخير يا رنا. الو صباح الخير. صباح الورد والياسمين، كيف حالك؟ منيحه، انا مشتاقه للحلوين. تسلمي يا رب، الله منور الشاشة، الله يسعدك. بوجودكم يا قمر، أهلا وسهلا حبيبة قلبي. سهل أكلات الزاكية لسه، شوفي النتيجة هلأ، بتشوفي أمامك النتيجة النهائية. والله ما شاء الله عليك معدلة حبيبتي، شرواكم، أهلا وسهلا. بكل إشي شاطرة ما شاء الله عليك حبيبتي، من بعدكم. يلا شوفي هالوصفة عشان تجربوها. أهلا وسهلا. العجين عادة لما بنعجنه عجينة بتوجع كتافنا وإيدينا، ولكن لما بنقول عجينة قطنية، إذا أنا بحكي عن عجينة طرية جدا، لا هي بحاجة لشبك عجين ولا فرادة عجين ولا إشي، ولا حتى بحاجة لإشي. سوي فيها اللي بيحلالك، خبز، معجنات، أيا كان. يعني حتى بيقولوا عنها زي النيفيا زلية، شايفة كيف؟ بخليها بتخمر حالها زي حال أي عجينة. أنا رح أطلع العجينة الجاهزة وأبلش أمدها لقالب التارت عشان تشوفوا معاي الخطوات بالتدريج، بدون ما إحنا ننط من خطوة لخطوة كرمال. يعني هيك في شغلات هي اللي بتخلي العجينة تكش من قالب التارت. أورجيك العجينة، شوفي طلعي، بس بدي أورجيك إياها من الأسفل. طلع عجينة ولا أحلى منها، يعني الحمد لله ما حدا جربها من الستات إلا اللي هي كانوا مبسوطين عليها. تقريبا لقالب التارت اللي عندي راح أخذ هذا الجزء هيو، وأبلش أشتغل أنا على طاولة المطبخ عندي. ما في داعي لا أحط طحين ولا زيت ولا إشي، عجينتي تتحرك لحالها هيو. ألو صباح الخير يا أم سالم. هلا هلا، كيفك؟ اهلا وسهلا بالحلوين، نورت. انا بحكي معك بالصلط. اهلا وسهلا بالطيبين، واهلا وسهلا باهل الصلط. كيفك؟
حصتنا الكبيرة أهل السلط. أكيد إحنا كلنا حصتنا. حبيبة قلبي أهلا وسهلا. أنا عجينة كادامي بعملها، ما عملتها وربع بعمل عجينة، ما بعمل عجينة السوق. أنا صراحة ما عم بسمعك نهائيا، لازم توطي الصوت التلفزيون، تحكي معي من التلفون عشان أقدر أسمعك. تحكي لي؟ أنا بعمل العجينة زيك. ايش بتحطي لها؟ بالله غششينا، انتوا هيك عندكم افكار احسن منا بكثير. لا بس انا بعمل طحين بحط عليها، ايوه طبعا خمير وهي السواليف. نعم. وبعمل بحط عليها رايب لبن تقريبا، يعني شبه تبعتك يعني نفس الشيء. انت البركه ست الكل، الله يديمك لاهلك. وبعدين بعمل شاورما بدخنها التتبيله بتطلع غير شكل. اكيد من تحت ايدك بدها تطلع غير شكل ولا حبيبتي؟ الله يسعدك. ان شاء الله بتضلي للعيال يا رب. اهلا وسهلا ست الكل. تمام، احنا هلا مديناها ورجعنا قلبناها على الوجه الثاني ومديناها، وعم بمدها بشكل عشوائي، ورح نشتغل على البساطه بدون تعقيدات، لانه ست البيت وراها الف التزام، ان كانت موظفه او وراها اطفال بدهم دراسه، او اذا في زوج بده يروح يلاقي غدا، وكل الامور الحياتيه اللي احنا كلياتنا عندنا منها ظروف. صح، مدت معاي العجينه قوالب التارت. في عندي قالب التارت تبع الحلويات للديزيرت اللي هو بيكون الحيف تبعه مش كتير عالي، وفي عندي اللي هي متحرك القاعدة، وفي عندي قوالب التارت الثانية اللي هي بيكون الحيف عالي، هذا إذا كان في حشوة، وغالبا هذا بنستخدمه للكيش اللي بيكون في عندي حشوة دجاج الفريدو، ممكن يكون في عندي حشوة لحم، وبرضه كمان متحرك القاعدة. أنا مع متحرك القاعدة. هلأ فينا نستخدم هاي وفينا نستخدم هاي، اللي بصير كالآتي: إحنا بحاجة لبخاخ زيت، بخاخ زيت الكسيح. بدي أصبح على الكسيح وكل منتجاتهم الحلوة، عن نفسي بترد الروح وبتفش قلبي، متوفرة ورخيص سعرها، أو يعني ما بدي أحكي رخيص، فيش إشي ببلاش، ولكن سعرها بالنسبة لكتير أصناف الجودة عالية، وبنفس يعني السعر كتير أقل صراحة. فرح أستخدم، في عندهم زيت زيتون، وفي عندهم النباتي، وفي عندهم الزبدة، فأنا رح أستخدم زيت نباتي أو زبدة. حطينا بالقاع اللي هي شوية زيت، وبعدين أنا مشيت على كل الحواف عشان العجينة من هون تاخد لون. بعدين رح أحمل عجينتي على القالب بدون ولا شوبك ولا إشي، ورح أهدي العجينة أريحها خليها تاخد راحتها، لأنه العجين بس يرجع يرتاح برجع بفرد، مش من أولها بنبلش حشوة. رح أشتغل أمامكم كل الخطوات عشان تشوفوا اللي بصير تماما. خليها ترتاح، خليها تطلع الهواء من داخلها، وبعدين رح نروح أنا وياكم نعمل حشوة الدجاج بشكل سريع، ونرجع نشوف كيف بدها هاي العجينة تغطي القالب كامل وتبطل بهذا الشكل طالع نازل. خلينا نشوف نجاح. يا نجاح صباح الخير، كيف حالك؟ أهلا أهلا وسهلا، نورة كثير والله حبيبتي. أهلا حبيبة القلب. الله يعطيك الصحة والعافية، من طبع جلالة الملك الملك عبد الله، عفوا. نعم، يسعد صباحك وصباحه. نعم حبيبتي صباحك ورد. الله يرضى عليك يا أمه. الله يسعدك يا أمي ويعطيك الصحة والعمر يا رب. اهلا وسهلا، صباح الورد. يلا رح نعمل خلطه سريعه وخفيفه ولطيفه وكثير زاكيه، سجلوها عندكم اذا ما بدكم كل هذا الفيلم، ممكن تلفوها راب شاورما. فرنش صوص هيك لونها اورنج، مكتوب عليها بالمولات على الرف صلصه فرنسيه، ممكن تسويها بالبيت بس بتكلف. لا بشتريها بدينار و45 قرش العلبه او فرلي. رح نحط كمان عصير ليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، كمان باربيكيو صوص نكهة غير شكل ولون مرتب للشاورما. تمام، وكمان يا ستي العزيزة رح نحط ثوم مهروس، بس ما تكتري، احنا بدنا تبين معاي الطعمة بنهاية الشغل أو بنهاية اللقمة، فما بنكتر، سن واحد بكفي. كمان رح نحط صويا صوص. هلأ الصويا صوص فيه كتير أنواع، وكتير بشوفه أنا يعني بالمول بجيب الأغراض، كثير بشوف ستات واقفة عند هذا المكان وحايصة إنه شو هاي البيض وشو هاي البدون وشو هاي الخفيفة. هلأ في بالسوق مكتوب عليها خفيفة، في قليلة الملح، في لايت، جيبي هدول الثلاثة واحدة منهم كتير أحسن من اللي بتعرفي. رح نحط كمان البهارات، توم باودر لأني أنا ما كترت من الفريش، حسب كمية الدجاج اللي عندك. كمان بابريكا خشنة أو مدخنة، بس خشنة اتفقنا كتير بأنه إحنا بنحط الخشن عشان يبين على اللحمة على الدجاج على السمك. بهار دجاج عشان عندي شاورما دجاج.
بدنا طعم، بالإضافة للأوريجانو رح يعطينا شغل مرتب اللي هو الزعتر الناشف، ولا غنى عن ملح وفلفل من الكسيح. في عنا صويا صوص، فبنخلي إيدنا خفيفة على الملحات، هاي فلفل. وبعدين بدنا نحط الزيت النباتي. وصباح الخير يا سناء. ألو، صباح الخير يا سناء، أخبارك؟ أهلا وسهلا بالطيبين. الله يعطيك العافية على أختك. الله يسعدكم ويصبحكم بالخير جميعا يا رب. قولي يا سناء، أنا معك حبيبتي. أهلا فيك. بدي أصب على أختي رنيم عيد ميلادها اليوم، بقول لك كل عام هي بخير إن شاء الله. كل عام وهي بخير وأنت بخير والجميع تضلوا بألف خير دائما. اهلا وسهلا يا قمر. هلا حبيبتي. شايفين لون الباربيكيو صوص والصويا صوص كثير غامق، رح تصير الدجاج معك على سواد. لما حطينا اللي هي فرنش صوص صار في عندي لونه بني. هلا بكل بساطه بتروحي بتجيبي الدجاج، بتقطعي صدوره مسحبه جوليان او استريغانوف بنسميها، او شاورما زي ما بدك سميها، رح ننزلها عليها. فيك تخمريها قبل بيوم تخلطيها، وفيكي تساويها بنفس الوقت. وبعدين يا ستي العزيزة بتفرديها بصينية وبتحطيها بالفرن، بس ما تغطي عليها، ما بدي الدجاج ينزل سوائل، خليه يتنشف معاي، أو إذا بدك بمقلاية بصير، بس أنا بحب الفرن عشان الدجاج ياخد اللي هي تحميرة الفرن. رح أورجيكي كيف طلع معاي، بس عشان تكونوا أنتوا معاي ونكون احنا هيك شغالين دغري. انا حطيتها بالفرن تحت الشوايه وبعدين ما غطيت عليها، وشوفي كيف طلعت معي. بس حطيت لك اياها بالمقلايه تشوفيها عشان تتذكري انه بالمقلايه على الغاز بزبط. شوفي كيف صار لونها الزعتر والبابريكا عليها بشكل بجنن كثير. هلا بالنسبه ل ايش بدي ادهن الشاورما، او خليني احكي البيتزا، احنا عاده شو بندهنها؟ كاتشب، معجون طماطم، في ناس بحطوا مايونيز، في ناس بحطوا ماسترد. احنا راح نحط اللي هي جبنه سائله تاعت الساندويش، اورجيكم اياها معلقه، وراح نخلط معاها فرنش صوص وكمان كاتشب. جربي هالخلطه حتى على رغيف بيتزا وادعي لي. خلينا نشوف اماني شو رايها. الو صباح الخير يا اماني. ورد يعطيك العافية شيف. أهلا وسهلا، الله عافيكي. أهلا، أنا من متابعينك باستمرار يا شيف. أنتوا راس المال يا قمر، الله يديمكم جميعا. الله يسعدك. قبل فترة حكيت معك ولما كنت عاملة مفتول. زمان زمان، قولي. اليوم أنا تابعت الطريقة وحاب أعمل العجينة. إحنا بنعمل الشاورما بالبيت، منجيب خبزة أو مشتري خبز جاهز. نعم، شوفي طريقة المفتول إن كان عجينة أو إن كان شغل كله من الصفر، يعني بالخطوات وكيف طلعنا حب المفتول وكيف يضل معانا كل حبة وحبتها وكيف ما يفك عن بعض، يعني أكثر يعني في حلقة خصوصي لفتل المفتول. وبعدين طريقة المفتول نفسه كيف إحنا عملناها، صراحة طريقة رهيبة وغير شكل. شوفي هلأ أنا شو بدي أسوي بشكل سريع، طبعا الحلقة رح تلاقيها على الواتساب. هلأ أنا عندي العجينة ارتاحت، والدليل إنها ارتاحت إنها سوت من فوق زي طبقة، بتحسي العجين نشف. هلأ كيف إحنا بدنا نلبس هاي العجينة لقالب التارت؟ بس بديها تخمر وتنفخ كتير وتصير كأنه عجين عليه شاورما مش تارت. اللي بصير كالآتي، يلا رح نمد العجين بأصابعنا بهالشكل، رح نطلع بأصابعنا من هون. يلا لحتى نسحب العجين لفوق ونلبسه للقالب، واكبسي قوي قلبك واكبسي العجينة لفوق لحتى تاخد الفورمة تاعت شكل التارت. نطلع بالعجين لفوق لحتى ما يشد معاي شوي. بعدين هون عند القاعدة ما بدي إياها خميلة، أنا ما باكل رغيف بيتزا، أنا بدي أعمل تارت، فيعني الطبيعي إنها ما تتجاوز 2-3 سنتي بالخمل. هنرجع نضغط. صباح الخير يا أم محمد. صباح الخير، كيف حالك؟ أهلا أهلا وسهلا وميت مرحبا. شو أخبارك؟ أنا منيحة، مشتقيت لك. الله يسعدك، حبيت أصبح عليك وما شاء الله عليك مبدعة، ما شاء الله عليك حبيبتي. أنتوا البركة شرواكم. الله يسعدك يا حبيبتي، حابة أشوفك كثير والله، نفسي أشوفك. حابة تشوفيني شو اليوم إحنا؟ اليوم الأحد. طيب انا عندي ايفنت هاليومين راح اعلن عنه على السوشيال ميديا، تابعيه. واهلا وسهلا وميت مرحبا، بتشرف فيكي. اهلا وسهلا ست الكل حبيبتي القلب.
تمام، شايفين احنا عم نضغط لحتى عند الخبز ياخذ شكل الفورمة. رح نطلع وننزل هاي الحواف هيك على القالب، خلص ما بدنا العجين لزيادة. شوفي، وبعدين هي صار في عندي صحن صح؟ هلأ عشان أضمن إنه ما ينفخ معاي، شو يصير؟ ما يصير عندي عجينة لفوق كتير طالعة، اللي رح يصير كالآتي: شوكة نعمل فيها ثقوب زي ما بنسوي بالتارت تماماً، لحتى ما أخليها ما أعطيها مجال تطلع كتير لفوق وتخمر، وخصوصاً الحواف. شايفي ما أحلاها؟ نعم يا ها؟ بعدين بدنا نجيب الخلطة اللي دهناها، صلصة فرنسية وجبنة الدهن بالإضافة ل هيها كاتشب. رح نحط، ومش تحطي بس بالقاع، رح نمشي عليها كلياتها من الداخل حتى على الحواف عشان يصير عندي زي الصحن. هلا إذا بدك هذا القالب بصير أو القالب الارتفاع المختلف، أنا عملت لك اثنين عشان تشوفي على الهواء مباشرة النتائج التنتين مع بعضهم البعض. هيها هيك. وبعدين أنا للقاعدة رح أجيب بطاطا، بس إياك تقربي على البطاطا ملح وفلفل. الشاورما ماخذة لحالها جو الملح والفلفل والبهارات. بطاطا عادي قطعناها مكعبات وقليناها، وبعدين رح نجيب الشاورما، ولا تجيبيها ناشفة، هي والصوص اللي معاها نزليها. هاي شايفة الصوص كله رح أنزله عشان ينزل على اللي هي العجينة، وبعدين رح نحط مع الشاورما اللي احنا بنحبه. أفضل إشي تحط مخلل الخيار، ما بينزل كتير سوائل، مخلل اللفت بينزل سوائل وبينزل ملوحة، فممكن أنا أجيب مخلل خيار أحطه بهالشكل على درجة حرارة 250. هذا عجين مش حلو، ديري بالك عجين، فأنا حطيت المروحة ومن فوق وتحت على 250 وخليتها تاخد شغلها بشكل سليم. وبعدين بدي أوزع عليها الموزاريلا تشيز وبكمية منيحة، لأنه هاي عجينة بدها طعم، بدها إشي حلو، والجبنة كمان صراحة بتعطي نكهة غير شكل للشاورما. وبنروح فيها على الفرن، وبعد الفاصل بنطلعها من الفرن وبتشوفوها مقابلكم بعدة أشكال مختلفة من قوالب التارت المدورة والمربعة عالية الارتفاع والارتفاع الستاندر. فاصل ورجعين، خليكم معنا. عدنا من جديد. هلأ أنا وياكم طبعاً البيتزا جهزت بالشكل المربع من تارت متحرك القاعدة. هلأ بورجيكم القوالب والحافة العالية، بدي تشوفي قديش ارتفاعها، تقريباً 4 سنتي، بالإضافة ل اللي هو القالب اللي ارتفاعه مش كتير عالي. رح أورجيكم أنا القوالب لحتى تشوفوها معاي بالشكل أمامكم. المربع هذا هو القالب، الارتفاع هذا هو، هيا، والارتفاع العالي اللي هو بحدها هي، وفي عندي اللي فوق الارتفاع اللي هو هذا الستاندر 2 سنتي. هاي هي القوالب، سعرها مش غالي، موجودة بأي محل من محلات الأدوات المنزلية، بس لازم تدهنيها. نعم هذا المربع، هذا المدور الحيف اللي هو الستاندر، وهذا عندي المربع، وهذا هون الحيف العالي، وهي أشكالهم عم تظهر أمامكم. هلأ بدنا نعمل سلطة. السلطة فيها حلوم، جزئية الحلوم 6 حبات بثلاث دنانير ونص في المطعم، فرح أعطيكي طريقتها. أنا حطيت لك هناك هيك قطعات، شوفيها رح تطلع مقرمشة ومقحمشة. جبنة الحلوم على القلي أو على الجريل بتبخ مي كتير، بس بهاي الوصفة المي منها فيها بتضل، فبتخلي حبة الجبنة تنفخ. خلينا نشوف المقادير وبعدين رح نحكي عن التفاصيل بشكل
أوضح. نعم هذا هو اللي أنتم شايفينه أمامكم، وهي النتيجة النهائية عشان أحرصكم وتشوفي كيف معاي الحبة نافخة. سلطة حلوم مقرمشة مع المكسرات، ملفوف أحمر، ملفوف أبيض، خس مقطع، جزر مبروش، بصل أخضر مفروم، نعنع فريش، لوز محمص اختياري طبعا، توت مجفف، كريمبري أو إذا بدك تحطي زبيب، بندورة تشيري، عسل، خردل، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح للدريسنج. بالنسبة لتحضير الجبنة، بتجيبي جبنة حلوم من السوق بتقطعيها مكعبات، بدنا بانكو أو أرشلة، وبدنا سويت شيلي صوص للجبنة وزيت للقلي. هلأ في خلطة أولى وخلطة تانية لمكعبات أو اللي هي قطع جبنة الحلوم. الخلطة الأولى بتحطي معلقة كبيرة من النشا، عليهم معلقتين كبار من طحين الزيرو من الجمل ونص كوب من المي. الخلطة الثانية بدها معلقتين كبار نشا وبدها كوب طحين. والخلطة الثالثة شو هي رح تكون؟ أرشلة أو بانكو. هلأ بتشوفي أمامك هي الجبنة، يعني جبنة الحلوم زاكي تقليها وزاكي تحطيها على الجريل وتكليها سخنة، بس إذا تركتيها بتصير قاسية. بدي أورجيك النتيجة اللي قدامي عشان هيك تقدري تقدري الأمور كيف نفخت منها فيها، والسبب ما في بيض، مية الجبنة أنا خليتها جوا هيها، يعني إشي كتير مرتب وتقدر تكليها بالشكل اللي بدك إياه. وإذا فتحت لك إياها رح تلاقي جبنة حلوم وقشرة واضحة، هي هالقشرة شوفي، وهي جبنة الحلوم، والدليل إنه السوائل فيها هيها واضحة السوائل بالداخل. شايفين قديش حجم الحبة؟ البانكو هو اللي هي الأرشلة الناشفة. خلينا إحنا نطبق السلطة هلا مع بعض. رح نجيب كالآتي: ملفوف أحمر أو بنفسجي، وبدنا نجيب شوية خس آيسبرغ وشوية جزر مبروش، ونكمل عليها بالملفوف الأبيض ونخلطهم كلهم بنفس الطبق. حبيت تخليهم هيك بصير، ولكن إحنا أكيد أنا بفضل دائما أخلط المواد مع بعضها البعض، وما كترت ملفوف أبيض بسبب وجود الخس، فأنا بدي يكون في عندي بالانس باختيار الألوان، وبنفس الوقت تكون هيك وجبتي عالي العال. أيها نرجع بنكمل من اللي هو ملفوف، في ناس بيحكوا عنه بنفسجي، في ناس بيحكوا عنه أحمر، يعني زي ما بتحبي سميه. أيها بعدين رح أجيب اللي هي البصل الأخضر بهالشكل أوزعه، وبعدين في عنا النعنع الأخضر الفريش تمام، وبعدين في رشة البقدونس. في شغلة ما بتحبيها بالمكونات ما تحطي، بكل بساطة. بالنسبة للبندورة التشيري راح نحط إحنا حب البندورة الكرزية، بس شو بدك تقطعيها من النص أسهل للأكل. واللي بصير كالآتي، راح نبلش نحرك كل إشي بمكانه لياخد كل المكونات بطريقة حلوة، وبنفس الوقت تكون الألوان عندي متوزعة بالصحن. وبما أنه عندي عدة ألوان، فأحلى لون ممكن يعطيكي للصحن اللي هو صحن أبيض أو صحن أسود، يعطيكي جماليات ألوان الخضار. تمام هيك خلصناها. بعدين يا ستي العزيزة بدنا نجيب الكرامبري اللي هو التوت المجفف، فيكي تنقعي بشوية ماء فاتر لحتى يطرى على الأكل، كثير طيبة وغريبة صراحة، من أنواع السلطات اللي بتكون ببوفيهات الخمس نجوم، وخصوصا بالمنتجعات إن كان بالعقبة، بترا، بحر ميت. راح نحط كمان اللي هي لوز رباع، يفضل مش انصاص، محمص، فيك تخليهم مع الدريسنج كمان بصير. وبعدين الدريسنج بشكل سريع وبسيط، راح نحط خردل وعسل، خردل وعسل هيهم، معلقتين كبار خردل ومعلقتين كبار من العسل، عصير ليمون وزيت زيتون. هاي عصير ليمون، الورقيات بتحب الليمون، وكمان رح نحط زيت زيتون بالإضافة للملح. هاي الملح من الكسيح أيوة تمام. وبعدين بدنا نحرك المكونات مع بعضها البعض ونوزعها على وجه السلطة، لحتى أنا في عندي قصة رح أضيفها واللي هي قطع السلطة.
الفان صار عندي الدريسنج جاهز. ايوه نوزع الدريسنج. انا بفضل قبل ما تقدمي السلطه تحطي الدريسنج عليها، كثير افضل للاحتفاظ بسوائل الخضار، ما توقع معاك الخضار قبل التقديم. فدائما الدريسنج جانبي، الا بعض انواع السلطات اللي فيها مثلا معكرونه بحاجه انها تاخذ نكهه فبنحط الدريسنج سلفا. هلا شو بنسوي؟ بدنا ننظف صحننا منيح نجهزه، ونحكي انا وياكم عن خلطه الجبنه. جبنه الحلوم في نوع كثير، انواع كثير بالسوق، بس في نوع انا بحب استخدمه لانه نسبه المي اللي فيه مش كثير، بالباكجينج تبعها ما في مي كثيره. اللي بصير بدنا نجيب بوله نحط فيها من طحين الزيرو، الزيرو اللي هو من الجمل اللي مكتوب عليه متعدد الاستعمالات لكل شيء موجود في بيتك. اول خلطه بدها تقريبا اللي هي معلقتين كبار طحين، واحد اثنين، وبدها كمان اللي هي نص كوب من الماء. هاي نص كوب من الماء، هي الخليط اصلا سائل فقوي قلبك. وبعدين رح نروح على الكسيح ونجيب من عندهم نشا، النشا رح يكون تقريبا معلقة. هاي اول خلطة معلقة نشا، تمام. رح نحركهم مع بعض كتير منيح ليدوب النشا والطحين هيك. بعدين على الناشف رح نحط كوب من طحين الزيرة تقريبا هذا كوب من طحين الزيرة، ومعلقة كبيرة من النشا. هاي الخلطة الناشفة، هاي الخلطة الناشفة. والخلطة الثالثة اللي هي البانكو، إن كان أرشلة أو بانكو اللي هو فتات الخبز الياباني اللي موجود باكجينج بالأسواق، تمام. الخلطة الأولى هيها صارت جاهزة. بنروح بنجيب جبنة الحلوم، قطعتها أنا مكعبات، هاي جبنة الحلوم واحدة واحدة، رح نحطها بالخليط السائل اللي هو طحين ونشا ومي. هاي الخليط السائل غلفتها صح، رح ننزل زيادة، أيوة، ونروح فيها على الطحين والنشا نغلفها، ننزل زيادة، نرجع على السائل. صار في عندي طبقة، وعشان يتأحمش ويكون لونها حلو رح نروح على البانكو، بيلزق ولا بيض ولا إشي. هيها تماما، هاي شوفي كيف لزق عليها، لا أنا حاطة بيض ولا أنا حاطة حليب ولا إشي، ورح أخذ كفرينج عليها بشكل سليم. ها رح أشقلبها وتشوفي كيف ولا إشي نزل منها. ما بدك من البانكو، فيك تحطي كمان قطع من الأرشلة وهكذا، وبتروحي تقليها باللي هي قلاية البطاطا، بتحبي بالزيت وإن يكن. هلأ عند التقديم صراحة ما بتتقدم الجبنة هيك، لأنها أول ما تبرد بتحسيها زي اللي جلدت. فإحنا شو بنسوي؟ رح نحط عليها سويت شيلي صوص اللي هو لونه أحمر بس هو حلو، مش حر ولا مالح. نجيب الجبنة، الحلوم، وبنزل عليها سويت شيلي صوص تقريبا 3 معالق كبار، وبنحركها ببعضها البعض، وبعدين رح نوزعها على السلطة، وهيك صحن السلطة بيكون جاهز. أنا صراحة حبيت أدمجهم مع بعض لسبب إنه هاي وصفة على فكرة وهاي وصفة، ولكن دمجتهم مع بعض للناس المتبعة نظام غذائي صحي وحاليا عندهم صيام متقطع وفي عندهم نظام غذائي بده سلطات، فحاولت نوعا ما أدمج لكم بناء على طلبكم شوية وصفات مع بعضها البعض. صراحة هي أزكى إشي يكون عليها التغليفة كاملة، فبدك تحركيها شوي بإيدك مش بالمعالق، إيدك أحن بتضل على المادة الغذائية. أيوة رح نجيب صحن السلطة ونوزع عليه قطع جبنة الحلو. هاي فهذا اللي عندها نظام غذائي، اللي دايرة بالها على صحتها، اللي بتحب تعمل أصناف، اللي عندها ناس جايين من السفر هلأ وقت مغتربين وصيف ويعني جايين على عطلة كمان،
في المدارس بعد ما نخلص طبعا، فيعني نوعا ما بتسعفكم كتير وبتعملي لكم كتير أفكار، وهيك بنكون إحنا وصلنا لنهاية الطريق اليوم برفقة الزملاء الأعزاء ومطبخ يوم جديد، متابعين معاكم كل يوم إن شاء الله بنفس التوقيت الساعة 10 صباحا ومزيد من الأفكار الحلوة. بدي هلأ نحكي عن موسم ورق الدوالي، في طبخة الخلايلة معروفين فيها ومشهورة كتير، ممكن تكون جديدة عليكم بس اللي بيدوقها بتعود عليها. جهزي كيلو كفتة وكيلو ونص من ورق الدوالي وشوية تمر هندي أو دبس رمان ومعجون طماطم، وكمان جهزي لك شوية مستكة وغزل البنات وفستق حلبي وشوية حليب من حليب زين، عشان بكرة أنا وياكم رح نعمل تحلاية بنكهة الأيس كريم عربية بالإضافة لكفتة بورق الدوالي على طريقة المطبخ الفلسطيني وتحديدا مدينة الخليل. ديروا بالكم على حالكم وأشوفكم غدا إن شاء الله. باي باي.